بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنكمل تطبيقاتنا بقى على قواعد تعديل صافي الربح، حالة عملية 2، وفي كمان حالة عملية 3. جايب لي صافي الربح قبل الضريبة من موقع قائمة الدخل لإحدى المنشآت الفردية الصناعية المملوكة لأحد الأفراد المقيمين في مصر مبلغ 200,000 عن السنة المنتهية في آخر 12/2018. فإذا علمت بهذه تتضمن مصروفات المنشأة، ده لي بقى تبرعات 2500 منها 500 للفقراء و600 مدفوعة لبنك مصر الاجتماعي، والباقي في سبيل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها. 300 فوائد قرض من بنك مصر لتمويل الشقة مملوكة لصاحب المنشأة. لما يكون لتمويل شقة مملوكة للمنشأة غير مملوكة لصاحب المنشأة. هلاك آلات ومعدات 500 ضريبة مباني عن عقار مملوك للمنشأة ومؤجر للغير بإيجار شهر 250. ديون معدومة صدر بشأنها حكم محكمة أول درجة بإلزام العملاء بالسداد، ولكن المنشأة لم تتمكن من تحصيلها رغم مرور 12 شهر في تاريخ الاستحقاق. 12 شهر على تاريخ الاستحقاق. 3500 قسط تأمين على حياة الممول. تتضمن إيرادات المنشأة 2000 جنيه فوائد بيع بالتقسيط، 3500 توزيعات أسهم مقايضة بالبورصة من شركة مساهمة بالداخل. طبعا كونها من شركة مساهمة بالداخل دي لها معالجة خاصة عن إن لو شركة كانت بالخارج دي بتفرق عن دي. دي بتفرق عن دي، هنشوف ازاي دلوقتي. 5750 فوائد دعم بنك مصر، 2750 إيراد عقار مبني، 3 آلات ومعدات مشتريات 1/1/2018 بمبلغ 90,000 جنيه، وتستهلك سنويا بمعدل 10% بطريقة القسط الثابت. أساس إهلاك في 1/1/13,000. بلغ جملة المبالغ المسددة تحت حساب الضريبة 2035. مطلوب 1، إجراء التعديلات الواجب إدخالها لتحديد صافي الربح الخاضع للضريبة. نمرة 2، حساب الضريبة واجبة الدفع عن عام 2018. اتفقنا بنعمل صفحة تخصص لكشف تعديل الربح، بنسطرها وبنسيبها فاضية، بنسطرها وبنسيبها فاضية. وخش على الملاحظات، هما الصفحتين دول ورا بعض بخصوص حساب الضريبة، الربح الخاضع للضريبة وحساب الضريبة، هنسيبهم فاضيين ونخش على ملاحظات على الحل. هذه الملاحظات جاية بترتيب المعلومات اللي جت في المسألة. فإذا علمت تتضمن المصروفات ما يلي: كان أول بند يقول لك تبرعات 2500، وكان مقسمها لي تبرعات للفقراء 500، تبرعات لبنك ناصر الاجتماعي اللي هو بنك حكومي 600، والباقي اللي هم 1400 لحماية البيئة وتحسينها. تبرعات للفقراء قلنا دي تبرعات ذات طابع شخصي، إذن لا تعتبر من التكاليف واجبة الخصم، إذن تضاف إلى صافي الربح. يبقى 500 تضاف إلى صافي الربح بتوع بنك ناصر لأنه بنك حكومي، تبرعات لجهة حكومية من بينها بنك ناصر، دي تعتبر من التكاليف واجبة الخصم، إذن تترك. تبرعات لحماية البيئة وتحسينها، هذه التبرعات اللي هي في حدود 10% من صافي الربح المعدل. كنا سابق قلنا قبل كده انه دايما الحاجات اللي هي في حدود 10% من صافي الربح المعدل ليها معالجة على خطوتين: خطوة أثناء التعديل وخطوة بعد الانتهاء من التعديلات. طب ايه الخطوة رقم 1 يضاف مؤقتا لصافي الربح؟ اللي الخطوة ألف دي أثناء إجراء التعديلات، وبعد ما انتهي من جميع التعديلات، يعني بعد ما خلص كل تعديلات المسألة وأجيب صافي الربح المعدل، بحسب حاجة اسمها الحد المسموح به. هذا الحد المسموح به عبارة عن صافي الربح مضروب في 10/110، 10/110 ده اسمه الحد المسموح به، صافي الربح المعدل في 10/110. بقى عندي هقارن ما بين رقمين بقى: المضاف مؤقتا
والحد المسموح به، وأيهما أقل يخصم من صافي الربح. ملخص الكلام، هذه الجزئية ليها خطوتين، خطوة بعملها دلوقتي وخطوة بأجلها لغاية ما أوصل إلى صافي الربح المعدل. إذا بالنسبة للتبرعات هتتلخص جوه كشف التعديل في رقمين للفقراء يضاف، لحماية البيئة يضاف مؤقتا. بصوا كده أهي، للفقراء تضاف، لحماية البيئة يضاف إيه؟ مؤقتا. وهكذا كل بند بيمشي بهذه القواعد. البند اللي بعدها فوائد قرض من بنك مصر. طبعا لأن ده لتمويل شقة مملوكة لصاحب المنشأة، مصروفات ذات طابع شخصي لا يعتبر من التكاليف واجبات الخصم، إذن يضاف إلى صافي الربح. طيب الإهلاك، قلنا الإهلاك المحاسبي يضاف، والإهلاك الضريبي أحسبه وفقا للقواعد، وبعد ما أحسبه يخصم من صافي الربح. طيب أساس إهلاك في أول المدة هو قال لك 13,000، هنجمع عليه الإضافات اللي هي الآلات المشترى. هذه الآلات المشترى اللي هي الإضافات هي كقيمة 90,000، هيتحسب عليها إهلاك أولي بمعدل 30% منها، وهيتحط داخل أقواس اسمه إهلاك أولي. نسبة من الإضافات، النسبة 30% من الإضافات، 30% من 90,000 يعملوا كام؟ 27,000. أكمل وأطرح كمان الاستبعادات اللي هي آلات مباعة، وده كان لا شيء، فبالتالي مفيش. يبقى أساس الإهلاك بعد الإضافات والاستبعادات بعد كل العمليات اللي فوقيها طلع 76,900. هحسب على الرقم ده إهلاك عادي بمعدل 25%، هضرب 76,900 في 25% يعمل بيساوي 19,000، تخصم يطلع 57,000. 57,000 دول اللي هم رصيد مرحل للعام القادم. أنا السطر الأخير ده ما يهمنيش، أنا اللي يهمني السطور بتاعت الإهلاك. سطر فيه 27,000 إهلاك أولي، وسطر فيه إهلاك عادي 19. لو جمعت 27,000 زائد 19 هتلاقي مكتوب عندك إهلاك ضريبي كام؟ 46. يعني الإهلاك الضريبي اللي هخصمه من صافي الربح 46. إذا الجزئية دي لما أجي أرحلها، برحل كله في الآخر، أنا بس بديك واحدة بواحدة. لما أجي أرحلها لكشف التعديل أهو، إهلاك محاسبي يضاف، إهلاك ضريبي يخصم. أنا مش هعمل جزئية جزئية أو ده لكشف التعديل، لأ. بعد ما انتهي من كل الجزئيات أبدأ إيه؟ أبدأ أعدل مرة واحدة. بعد كده دخلنا على ضريبة مباني على عقار مملوك للمنشأة ومؤجر للغير. مبدئيا كضريبة مباني يعتبر من التكاليف واجبات الخصم. طيب اللي هم كام؟ ال500. بس هو قال لك مؤجر للغير وجاب لك الإيجار الشهري بتاعه 250. المعلومة دي عشان خاطر تحسب إيجار العقار الذي يدخل ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة، مفروض هو الإيراد عن سنة كاملة وفقا لأساس الاستحقاق. فلما جاب لك الإيجار الشهري هو قصده من كده إنك تحسب أنت إيجار العقار عن سنة كاملة تضرب الشهر في 12، طلع بيساوي كام؟ 3,000. ده إيراد العقار عن سنة كاملة. الرقم اللي حسبته 3,000 ده هتبص تحت في الإيرادات هو مسجله كام؟ مسجل ضمن الإيرادات في الدفاتر 2750 إيراد عقار. يبقى الإيجار السنوي 3,000 وهو مسجل 2750، يبقى أعدل صافي الربح بالفرق بينهما. القيمة الواجب إخضاعها للضريبة 3,000 ناقص القيمة المسجلة في الدفاتر 2750 جاب لك فرق 250 يمثل إيراد عقار مستحق ويضاف إلى صافي الربح. يعني في هذه الجزئية جوه كشف التعديل هقول ضريبة المباني تترك، مش هجيب سيرتها خالص في الكشف، أو هكتب اسمها في الكشف وقدامه إيه؟ شرطة، يعني مفيش أي تعديلات، وتحتها إيراد عقار مستحق بكام؟ ب 250. الجملة اللي بعد كده
كان قايل لك ديون معدومة 4500. طب الديون المعدومة كنا اتفقنا انه عشان يبقى مسموح بيها من الناحية الضريبية في كذا شرط، من بينهم انه يكون عدى على تاريخ استحقاقها 18 شهر. هو قال لك في السؤال عدى على تاريخ استحقاقها 15 شهر، اذا هي لم تستوفي شرط مرور 18 شهر على تاريخ الاستحقاق، وهي بهذه الصفة لا تعتبر من التكاليف واجبات الخصم، اذا تضاف الى صافي الربح. البند اللي بعدها قسط تأمين على حياة الممول 3500. كنا أكدنا إن الحد الأقصى المسموح به 3000، يبقى ال 3500 تزيد عن الحد المسموح به، فال 3500 هنقطعها رقمين، رقم مسموح به 3000 والزيادة عن ذلك اللي هم ال 500 الزيادة لا يعتبر من التكاليف وجبة الخصم، إذا يضاف. فوائد باب التقسيط أكيد متصلة بنشاط المنشأة، إذا هي من الإيرادات الخاضعة للضريبة، إذا تترك. توزيعات أسهم مقيدة بالبورصة من شركة مساهمة بالداخل، التوزيعات 3500، مفروض لما تبقى توزيعات الأسهم من شركة مساهمة بالداخل بتخضع للضريبة بسعر مقطوع 10% وليس وفقا للأسعار التصاعدية للضريبة، إذا تعامل معاملة ضريبية خارج كشف التعديل، وعلى هذا الأساس فأنا هخصمها من صافي الربح عشان أتعامل معاها خارج كشف التعديل، فال 3500 مبدئيا تخصم من صافي الربح لأنها هتتعالج خارج كشف التعديل. طب إيه المعالجة بتاعتها خارج كشف التعديل؟ هتنضرب في 10% سعر مقطوع، ويبقى الضريبة على الرقم ده بيساوي كام؟ 350. تمام، عملت هذه المعالجات كلها في كشف التعديل اهو، ادي كشف التعديل، عملت كل المعالجات اهي لغاية ما اخر حاجة عملتها من شوية توزيعات اسهم مقيدة بالبورصة 3500 تخصم من صافي ربح مكتوب بالسالب، فهبدأ بصافي الربح من واقع قائمة الدخل اللي هو كان 200 ألف، عفوا الرقم مش مكتوب، اكتبه في اول سطر، 200 ألف في خانة الكل اللي الخانة اللي متطرفة جهة الشمال، 200 ألف يضاف إليه أو يخصم منه أرقام كتيرة، هنجيب مجموع الموجب ومجموع السالب. لما جينا عملنا كده طلع إن مجموع السالب أكبر من مجموع الموجب ب 30350، إذا هذا الرقم اللي هو 30350 هخصمه من ال 200 ألف اللي فوق، يطلع صافي الربح المعدل. بس صافي الربح المعدل ده انا لسه ما كملتش شغلي في التبرعات، فبسميه صافي الربح المعدل قبل خصم التبرعات، وابدا بقى اشتغل يعني ايه، احسب حاجه اسمها الحد المسموح به للتبرعات بضرب صافي الربح المعدل اللي جبناه من شويه في 10 على 110، طلع بيساوي 15968. اخد هذا الرقم المسموح به وقارنه بالمبلغ الذي سبق إضافته مؤقتا اللي هو 1400، وأيهما أقل هو اللي بيخصم من صافي الربح. مين أيهما أقل؟ ال 1400 ولا ال 15968؟ طبعا ال 1400، فال 1400 هخصمها من صافي الربح اللي قبلها مباشرة اللي هو 169650، أجيب صافي الربح المعدل بعد خصم التبرعات لو طلع 168250، بخصم منه بقى الإيرادات المعفاة اللي هي كانت في المسألة عوائد ودائع بالبنك الأهلي المصري اللي هي 5750، طلع إن صافي الربح الضريبي 162500. هروح بره بقى واخد الرقم ده وأخضعه بقى للضريبة وفقا للشرايح. هو الرقم طلع 162500، هو مكتوب عفوا 168500 وحسبناه 162500، هتقطع كام شريحة؟ احنا قواعدنا قالت انه لغاية اقل من 200 ألف هيبقوا 3 شرايح بخلاف الشريحة المعفاة، يعني 8000 معفاة بعدهم 22000
10% 15,000 في 15% كده خدنا 8 وخدنا 22 وخدنا 15. أول 3 شرائح خدناهم دول مجموعهم 45,000، يبقى الشريحة التالتة والأخيرة هي باقي 162,500. فهطرح 162,500 ناقص 45,000 اللي هو مجموع الشرائح اللي قبلها، يعني يطلع بيساوي 117,500 لما نضرب في 20%، فده بيساوي 23,500. ونجمع الضرايب، الشريحة المعفاة ضريبتها صفر، الشريحة الأولى 2,200، وهكذا طلع المجموع 27,950. في قواعد اسمها قواعد الخصم الضريبي، هذه القواعد بتقول لك لو انه اعلى شريحة وصل ليها المول 10%، نسبة الخصم الضريبي تبقى 85%. لو اعلى شريحة 15% يبقى نسبة الخصم الضريبي 45%. لو اعلى شريحة وصل ليها الممول 20%، هو فعلا وصل لشريحة كام؟ 20%، اعلى شريحة عنده 20%، نسبة الخصم الضريبي 7.5%. طيب لو سعر الضريبة اعلى سعر عنده 22.5، ما يخش خصم ضريبة اصلا، يبقى الممول ده هياخد خصم ضريبي نسبته كام؟ 7.5% باعتباره اعلى شريحة وصل ليها كانت 20%. فبحسب الخصم الضريبي بضرب الضريبة المستحقة اللي هي 27,950 في 7.5 على 100، فده بيساوي 2,096. هخصمهم من الضريبة المستحقة اللي هي طلع قبل كده 27,950، هطرح منها الخصم الضريبي، يطلع بعد الخصم 25,954. دي الضريبة المستحقة بعد الخصم الضريبي. لكن كونه هو سبق سدد مبالغ تحت حساب الضريبة جابها لك، يعني ال 25,954 هو سبق سدد منها أجزاء تحت حساب الضريبة خلال السنة، فأخصم بقى الأجزاء اللي سبق سددها تحت حساب الضريبة عشان أجيب رقم اسمه الضريبة واجبة السداد أو الضريبة واجبة الدفع، هتطلع بيساوي 23,819. تمام. خش بقى على الحالة الثالثة، بلغ صافي الربح قبل الضريبة من واقع قائمة الدخل لإحدى المنشآت الفردية التجارية المملوكة لأحد الأفراد المقيمين في مصر مبلغ 90,000 جنيه، نتاج الفحص الضريبي باعت المنشأة أرضا مبلغ 250,000، تكلفة شرائها 100,000 جنيه، وعمولة البيع 20,000. نتاج هذه العملية لم يتضمنها، يعني غير مدرجة أصلا في قائمة الدخل، لم يتضمنها قائمة الدخل، يعني لم تدرج بالدفاتر. تتضمن نفقات المنشأة ما يلي 42,000 خسائر رأس مالية ناتجة عن تعويضات قدرها 80,000 محصلة في 1/9/2018 من شركة تأمين، مقابل ما أصاب شقة مملوكة للمنشأة مشترى في 1/1 مبلغ 120,000، علما بأن معدل الإهلاك الضريبي المحاسب الضريبي السنوي 2% و5% على الترتيب، يعني الأول رقم ده الإهلاك المحاسب اللي هو 2% والضريبي 5% على الترتيب. 15,000 خسائر رأس مالية ناتجة عن بيع أجهزة كمبيوتر بمبلغ 24,000 في 31/12/2018، علما بأنها مشتراة في 1/1/2017 معدل إهلاكها السنوي 20%. بلغ إجمالي إيرادات المنشأة 200,000، منها 5,000 عوائد ودائع بالبنوك، و60,000 إجمالي أرباح ناتجة عن مزاولة نشاط بالخارج. معدل الضريبة الأجنبية 30%. المطلوب تحديد صافي الربح الضريبي عن سنة 2018 نمرة ب حساب الضريبة واجبة الدفع عن سنة 2018. هي واحدة بواحدة، كان من بين الحاجات اللي جت انه باع قطعة أرض ب 250,000، طالما باع إذا ممكن يكون حقق أرباح أو خسارة من البيع، فهشوف نتيجة البيع هتطلع إيه، وهي مش متسجلة في الدفتر، أشوف تأثير ده على الربح. تمن البيع 250,000، بس واخد بالك دفع عمولة بيع
20 يعني 250 ما قبضش 250، هو منهم 20 عمولة بيع، يعني سعر البيع صافي بعد استنتاج العمولة هيبقى 250 ناقص 20 بيساوي 230 ألف، وسبق اشتراها قبل كده بكام؟ ب 100، وطبعا الأرض لا يحسب عنها إيلات. يبقى سعر البيع الصافي بعد استنتاج العمولة 230 وتكلفة الشراء 100، 230 ناقص 100 بيساوي 130، دي أرباح رأسمالية ناتجة عن البيع، هي في الأساس إيرادات خاضعة للضريبة، لكن كون أنها غير مسجلة في الدفاتر إذن مفروض أنا هذا الرقم يؤدي إلى زيادة صافي الربح، إذن يضاف إلى صافي الربح. عشان كده الحل بيقول لك أهو، الحل بيقول لك أهو، أرباح قطعة أرض غير مدرجة بقيمة الدخل، تحسب الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة كما يلي: تمن البيع صافي بعد العمولة 230، تكلفة الشراء 100، ناتج الطرح كام؟ 130، كون أنها غير مدرجة بقيمة الدخل إذن تضاف إلى صافي الربح. تمام. البند اللي بعدها: خسائر رأسمالية ناتجة عن تعويضات، ده المتسجل في الدفاتر. إحنا هنعمل إيه؟ هنجري إعادة الحساب مرة أخرى ونشوف القيمة وفقا للقواعد الضريبية هتساوي كام. لو بتساوي 42 يبقى كده هو معالج البند بشكل صحيح، قيمة أخرى غير 42 إذا معالج الأمر بشكل خاطئ، لازم أنا أعالج الفرق. فركنت 42 ألف على جنب وهنجري إعادة الحساب كما يلي. طبعا بنتكلم على تعويض، إذا قيمة التعويض هطرح منه القيمة الإيه؟ هطرح منه القيمة الدفترية. قيمة التعويض قال لك 80 ألف، اركنها على جنب دلوقتي واحسب لي القيمة الدفترية: تمن الشراء ناقص الإهلاك من وجهة النظر الضريبية، تمن الشراء 120 اللي هو التكلفة 120، طب الإهلاك الضريبي؟ الإهلاك الضريبي هنا بحسبه لأن هذا البند من المجموعة الأولى اللي إهلاكها بيتحسب بطريقة القسط الثابت، تكلفة في المعدل في المدة، فالتواريخ كانت مهمة. تكلفة 120 ومعدل الإهلاك الضريبي 5% في 8 على 12 طلع ده بيساوي كام؟ 4000. يعني التكلفة 120 ومجمع الإهلاك من وجهة النظر الضريبية 4000، إذا القيمة الدفترية 120 ناقص 4 بيساوي كام؟ 116. يبقى التعويض 80 والقيمة الدفترية كام؟ 116. فلما أطرح قيمة التعويض اللي هي 80 ناقص القيمة الدفترية 116 يديك خسائر ضريبية كام؟ 36000، مش ال 42000 اللي هو مسجلهم أصلا في الدفاتر. يعني هو مسجل في الدفاتر كام؟ 42. ركنت ده على جنب وعملت إعادة الحساب وفقا للقواعد، طلع إنه كان المفروض يسجل 36 مش 42، إذا لازم أعالج الفرق اللي هو كام بقى؟ 42 ناقص 36، فده بيساوي كام؟ 6، غير مسموح بيها ضريبيا إذا تضاف إلى صف الربح. تمام؟ الحاجة التانية: خسائر رأسمالية ناتجة عن بيع أجهزة كمبيوتر. احنا اتفقنا انه اهلاك الاصول الثابتة قسمناه لمجموعتين، مجموعة اولى مباني وانشاءات واصول معنوية، ودي بحسب لها اهلاكها بطريقة القسط الثابت. هذه المجموعة اي ارباح او اي خسائر تعتبر من التكاليف واجبة الخصم. انما المجموعة التانية اللي انا بحسب اهلاكها وفقا لطريقة أساس الإهلاك، وفقا لطريقة أساس الإهلاك، لا يعتد بأي أرباح أو خسائر بتخصها. فهو باع أجهزة كمبيوتر اللي هو حاسبات آلية وخسر فيها كام؟ 15 ألف. هذه الخسائر لا تعتبر من التكاليف واجبة الخصم، نتائج عملية بيع أصول، لأن يحسب إهلاكها وفقا لنظام أساس الإهلاك. فركز السؤال ده فيه نوعين من الخسائر: خسائر رأسمالية نتيجة بيع أصول من المجموعة الأولى، وخسائر رأسمالية نتيجة بيع أصول من المجموعة الثانية.
المجموعة الأولى أنا بعترف بالأرباح أو الخسائر، المجموعة الثانية لا يتم الاعتراف بالأرباح أو الخسائر. طيب دي كل التعديلات المطلوبة؟ أه دي كل التعديلات المطلوبة. فهبدأ بكتابة رقم صافي الربح أهو، من واقع قائمة الدخل 90,000 يضاف إليه أو يخصم منه. أنا اتعاملت مع كام بند؟ تلات بنود. أرباح رأسمالية من بيع قطعة أرض 130، الخسائر الرأسمالية كانت ناتجة عن تعويضات كانت فيها زيادة 6، والخسائر الرأسمالية الناتجة عن بيع أجهزة كمبيوتر المبلغ بالكامل اعتبرته إيرادات، عفوا تكاليف غير واجبة الخصم، ضفت المبلغ بالكامل. مجموع الحاجات اللي ضفتها 130 زائد 6 زائد 15 طلع 151، نجمعه على صافي الربح اللي فوق يطلع المجموع بيساوي 241,000. ده صافي الربح الايه؟ صافي الربح المعدل. ده نهاية المرحلة الأولى. هخصم منه الإيرادات المعفاة، لأن كان أقل من بين الإيرادات عوائد ودائع بنوك 5,000، هخصمها من 241 يطلع بيساوي 236,000. هو ده صافي الإيه؟ صافي الربح الضريبي. هطبق بقى عليه قواعد إزاي أحسب الضريبة. الرقم تجاوز 200,000، إذا هنخش في الشريحة الأخيرة، هيبقى في 8 معفاة وفي 22,000 معدل الضريبة 10% و15 معدل الضريبة 15% و155,000 معدل الضريبة 20%. دول الأربع أرقام دول مجموعهم 200,000. ما زاد عن ذلك اللي هو 36,000 الزيادة، هم دول هيخش في الشريحة الأخيرة اللي سعرها 22.5%. فخدت الرقم 236 وقطعته شرايح، الشرايح دي أرقام ثابتة. الشريحة المعفاة 8,000، اللي بعدها 22,000 سعرها 10%، اللي بعدها 15,000 سعرها 15%، اللي بعدها 155,000 سعرها 20%. دول على بعض يطلع مجموعهم كام؟ 200,000. طب الواقع كان أكتر من كده، أكتر من كده بكام؟ 236 ناقص 236 يخش في الشريحة الأخيرة اللي هتنضرب في كام بقى؟ في 22.5%. وجمعت الضريبة، طلع انه الضريبة المستحقة على كل هذه الشرايح مجموعها 43,550. طبعا الممول وصل لأعلى شريحة عنده 22.5%، مفيش نسبة خصم ضريبي، يبقى الضريبة المستحقة هي 43,550. عشان أحدد الضريبة واجبة السداد هخصم حاجتين. أول حاجة هخصم الضريبة الأجنبية. طب الضريبة الأجنبية لما أجي أخصمها، الضريبة الأجنبية كان إيرادات الخارج 60,000 ومجموع إيرادات المنشأة ككل 200,000، فهي كنسبة وتناسب، كنسبة وتناسب باخد الضريبة المستحقة كلها اللي هي 43,550 واضرب فيه جزء الإيراد الأجنبي على مجموع الإيرادات، يعني في 60,000 على 200,000. لما نفذت هذا الكلام طلع إن الضريبة الأجنبية بتساوي 13,650، ده حدها الأقصى. المدفوع فعلا كام؟ قال لك معدل ضريبة أجنبية 30%، فخدت الإيرادات الأجنبية 60,000 في 30% طلع كام؟ 18. هذين المبلغين أيهما أقل هو اللي بيخصم. مين أيهما أقل؟ ال 18 ولا ال 13,650؟ طبعا ال 13,650. لما بخصمها من 43,550 هيطلع بعد الخصم كام؟ 30,485. اخصم منها المبالغ المسدده تحت حساب الضريبه اللي هو ذكرها لك 1574، اطرح ده من ده يطلع الضريبه واجبه الدفع بيساوي 28,911. اللي انا عايزك بس تاخد بالك منه ان الضريبه الاجنبيه اللي هتتخصم من الضريبه المستحقه، هذه الضريبه انا بحسب رقمين وبخصم الاقل منهما. الرقم الأول الضريبة الأجنبية المسددة فعلا الإيرادات التي تأتي من الخارج
مضروبة في معدل ضريبة أجنبية، طلع 18,000. طيب بركن الرقم ده على جنب وبحسب الحد الأقصى المسموح به. هذا الحد الأقصى هو عبارة عن الضريبة اللي سبق حسبتها، اللي هي الضريبة المستحقة، مضروبة في نسبة الجزء الأجنبي إلى مجموع الإيرادات. يعني في 60,000 في البسط، والمقام تحت مجموع الإيرادات اللي هو كام؟ 200,000. في 60,000 على 200,000 طلع 13,650. أنا بخصم مين فيهم؟ أيهما إيه؟ أقل. وبعد ما أخصم الضريبة الأجنبية أخصم كمان المبالغ المسددة تحت حساب الضريبة عشان أحسب الضريبة واجبة الإيه؟ واجبة الدفع. بكده خلص المحاضرة الثالثة. طبعا أنت كطالب دراسات عليا مطلوب منك أكتر من ذلك، يعني مطلوب منك ترجع إلى المرجع اللي إحنا محددينه أثناء المحاضرات وتحل كل التمرينات الواردة فيها. هتلاقي إن القواعد اللي أنا قلتها لك في المحاضرة الأولى بتغطي كل هذا المقرر، فأنت المفروض تحل أكتر بكتير من المحاضرات. يبقى أنت قدامك فرصة كبيرة ترجع للكتاب اللي إحنا محددينه كمرجع، وتشوف التمارين الأخرى وتحلها وتقارن حلك بالحل الموجود وتصحح نفسك أول بأول. ونلتقي على خير بقى في امتحان النهائي.